خاطرة فلسفية، وهي تتعلق بالعلاقة بين الفلسفة والأكاديمية، أي الجامعات. ملاحظة هي أنه في الواقع بدأت الفلسفة الأكاديمية في الفلسفة الغربية الحديثة أو الحداثوية مع كانت، مع إيمانويل كانت. فلسفة قبل كانت لم تكن، الفلاسفة لم يكونوا أكاديميين، أي لم يعملوا في الجامعات، فلم تكن الفلسفة أكاديمية قبل كانت. يعني خلينا ناخذ نستعرض أهم الفلاسفة. بيكون لم يكن، فرانسيس بيكون لم يكن أكاديميا، ولا هوبز، هاي بالنسبة للإنجليز، ولا لوك. طيب بالنسبة للفرنسيين، ديكارت لم يكن يعمل في جامعة، لم يكن أكاديميا، وسبينوزا لم يكن أكاديميا، ولا لايبنتس. لايبنتس كان دبلوماسيا أصلا ولم يكن أكاديميا. نفس الشيء يعني، حتى لو أجينا على الآخرين مثل الماديين الفرنسيين، لم يكونوا أكاديميين، لا كوندورسي ولا هلفيتيوس ولا ديديرو ولا هولباخ ولا لامتري، كل أولئك لم يكونوا أكاديميين. والإنجليز لم يكونوا أكاديميين كما قلت، هيوم لم يكن أكاديميا، باركلي لم يكن أكاديميا. يعني أيضا، يعني لاحظوا كل هذه الكوكبة من كبار الفلاسفة، من فرانسيس بيكون، من هوبز، من لوك، من ديكارت، من جاساندي إن شئتم، من سبينوزا، من لايبنتس، وأيضا المديين الفرنسيين وهيوم وباركلي، كلهم لم يكونوا أكاديميين. أول بروفيسور في الفلسفة، يعني اسم لامع في الفلسفة، كان بروفيسور، يعني كان أستاذا جامعيا، كان أكاديميا، كان إيمانويل كانت. إيمانويل كانت كان طبعا يعني أكاديميا، واشتغل في الجامعات وظل يعمل في الجامعات حتى تقاعد، وحتى وصل إلى رتبة أستاذ جامعة، ركتور، عفوا رئيس جامعة، ركتور. فإذا كانت يعني بدأت الفلسفة الأكاديمية مع إيمانويل كانت في الواقع. طبعا حتى في القرن التاسع عشر لم تترسخ تماما، يعني كان فلاسفة كبار ما كانوا أكاديميين بالمعنى الصحيح. طبعا هيجل كان جامعي، يعني أكاديميا، واشتغل في جامعة، في أكثر من جامعة، ولكن أهم جامعة كان برلين، اشتغل في جامعة برلين، وتوفي وهو على رأس عمله في جامعة برلين. فيخته كان إلى حد كبير أكاديميا، ولكن بصورة عامة فلاسفة القرن التاسع عشر أيضا كثيرون لم يكونوا أكاديميين. مثلا شوبنهاور طبعا حاول أن يدخل أكاديميا، ولكن منعه، يعني تحاول أن يتنافس مع هيجل فلم يفلح في ذلك، ولذلك ترك الجامعات غاضبا ولم يعمل في الجامعات. نيتشه ولو أنه كان أستاذا مبكرا، يعني وهو شاب صغير صار بروفيسور، ولكنه ليس في الفلسفة وإنما في الفيلولوجيا. ثم بعد ذلك عندما أراد أن يكرس جهده للفلسفة ترك الجامعة، استقال من الجامعة وركز على الكتابة. ميل لم يكن أكاديميا. طبعا كان هناك فلاسفة ألمان أكاديميين مثل أويكن مثلا، مثل أرنست ماخ كان أكاديميا، ولكن حتى في القرن التاسع عشر لم تكن، يعني قد يعني الفلسفة الأكاديمية لم تكن قد ترسخت. في الواقع ظهرت بوضوح الفلسفة الأكاديمية في القرن العشرين. في القرن العشرين تقريبا كل يعني كثيرون من الفلاسفة عملوا في الجامعات. مثلا فيتكنشتاين يعني أولا في بادئ الأمر طبعا أنتج فلسفته الأولى، ثم أراد أن يترك الفلسفة كليا و اشتغل بأمور أخرى، بما في ذلك عمل بستانجيا، بستانجي في بستاني يعني في فيينا. ولكن مثلا برتراند راسل كان أكاديميا بلا شك، مور كان أكاديميا، ثم الفلاسفة الوجودية مثلا الألمان كانوا أكاديميين، مثلا هوسرل كان أكاديميا.
شيلر كان أكاديميا، يعني لوكاتش كان إلى حد ما أكاديميا. مثلا ياسبرس كان أكاديميا، ولكن الفرنسيين مثلا جان بول سارتر بين الوجوديين لم يكن أكاديميا ولم يشتغل في الجامعات. ما اشتغل في الجامعات سارتر، كتب، كان يكتب، كان كاتبا فلسفيا ولم يكن أكاديميا، لم يكن أستاذا في جامعة من الجامعات، فلم يكن أكاديميا. ولكن بصورة عامة مثلا في الفلسفة التحليلية نجد أن الغالبية كانوا يشتغلون مثلا في جامعة كامبريدج أو أكسفورد أو الجامعات الأمريكية. كان مثلا كما قلت يعني فيتجنشتاين، فيما بعد فيتجنشتاين في بادئ الأمر لم يكن أكاديميا، ولكن منذ عام 1929 انتقل إلى كامبريدج وصار أستاذا في جامعة كامبريدج حتى مماته. مثلا طبعا برتون راسل كان أكاديميا. مثلا الوضعيين المناطقة، مثلا آير كان أكاديميا، والوضعيون المناطقة مثل رودولف كارنات كان أكاديميا، ذهب إلى أمريكا وأصبح أصبح أكاديميا. ونفس الشيء كارل هامبل وآخرون أيضا فلاسفة العلم كانوا أكاديميين، سواء كنا نتكلم عن كارل بوبر أو عن توماس كون أو عن بول فاير آبند إلى آخره. هذول أيضا كانوا أكاديميين. وطبعا فلاسفة اللغة أو فلاسفة الفلسفة اللغوية كأوستن وجيلبرت رايل كانوا أساتذة أكاديميين. وطبعا الآن الغالب الطابع الغالب على الفلاسفة في العالم الأنجلو ساكسوني وحتى في أوروبا أنهم أكاديميون. يعني داريدا كان أكاديميا مثلا، و لوي ألتوسار كان أيضا أكاديميا، وهكذا. فلا يعني بالقرن العشرين طبعا كان هناك فلاسفة ما اشتغلوا في الجامعات، ولكن الميل العام كان أن يعمل الفيلسوف في الجامعات. هل كان هذا لصالح الفلسفة أم لا؟ أترك الإجابة لكم. يعني هل كان فعلا إنه هل هذا فاد الفلسفة؟ هل فاد الإبداع الفلسفي؟ طب ما هو سارتر لم يكن في الجامعات وأبدع فلسفيا، سواء اتفقنا معه أم لم نتفق، أبدع فلسفيا. هايدغر اشتغل بالجامعات طوال عمره وكان مبدعا طبعا بالفلسفة. لوكات اشتغل في الحزب الشيوعي ولكن أيضا في كان قريب من الجامعات وأبدع. يعني ما بعرف، يعني هل الميل نحو الجامعات قلل من ربما قلل من اشتباك الفلسفة بالحياة ربما، لكنه لم يعني ليس هناك دليل على أنه حد من إبداع الفلاسفة. أي فلاسفة غير أكاديميين ولكنهم كانوا في الواقع مبدعين بمعنى الكلمة. ويكفي أن نذكر جان بول سارتر كما قلت، وآخرون أكيد يعني في فرنسا بالذات. هيك الوضع. نحن عندنا في الوطن العربي لا، الأكاديمية أساسية، يعني كبار المفكرين اشتغلوا ضمن إطار الجامعات. أنا هنا أتكلم عن مفكرين ليسوا بالضرورة فلاسفة، يعني لهم علاقة بالفلسفة ولكنهم ليسوا فلاسفة بالمعنى الغربي، يعني أنهم ركزوا في الواقع على دراسة التراث والتفكير في التراث العربي الإسلامي أو التراث الغربي، ولكنهم لم يقدموا شيئا للفلسفة بوصفها علما مثلا أو بوصفها منظومة فكرية برهانية. يعني ما قدموا شيئا للفلسفة، ولكنهم في الدراسات التراثية برعوا. مثلا محمد عبد الجابري كان طبعا في الجامعة، مثلا طه عبد الرحمن في الجامعات، هاي بالنسبة للفلاسفة المغربيين. مثلا عبد الله العروي كان أيضا قريبا، يعني كان في الجامعة. محمد أركون كان بالتأكيد بالسوربون جامعيا. مثلا حسن حنفي كان في الجامعات، مثلا فؤاد زكريا، مثلا زكي نجيب محمود. لكن مثلا لدينا فيلسوف كبير هو محمود أمين العالم، بدأ أكاديميا ولكنه بعد ذلك يعني لا انخرط في العمل الحزبي والنقد الأدبي وما شابه ذلك. طبعا في المشرق العربي لدينا مثلا مهدي عامل، كان جامعيا كان أكاديميا،
حسين مرو لم يكن أكاديميا، ولكنه أنتج عملا بز فيه أعمال كل الأكاديميين. مثلا في سوريا لدينا صادق جلال العظم، كان أكاديميا بامتياز. طيب تيزيني كان أكاديميا بامتياز، جامعيا بامتياز. لكن هل ياسين الحافظ كان حزبيا أكثر منه؟ ما كان أكاديمي. ولا الياس مرقس لم يكونا أكاديميين بالمعنى المتعارف عليه. أدور سعيد كان أكاديميا حتى النخاع. أما مثلا منيف الرزاز، مفكر كبير، كان حزبيا ولم يكن أكاديميا. مثلا غالب هلسة كان روائيا وكان مفكرا، لم يكن أكاديميا بالتأكيد. يعني بس فهم الجدعان مثلا كان يعني هو أكاديمي طول عمره في الجامعات، وهو مفكر مهم. وهكذا يعني نجد بأنه يعني في الوطن العربي لا، الميل العام أن يصبح المفكر القريب من الفلسفة أكاديميا. أحببت أنا فقط هذه الخاطرة، يعني خطرت على بالي، أحببت أن أشارككم فيها. وإلى اللقاء.